كان صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، هو طيب وطيب، إذا أقبل رائحته قبله تصل الطيبة. صلى الله عليه وسلم هو طيب من غير أن يمس طيب، خلقه الله هكذا طيبا مطيبا، يعني لا يظن السامع أنه إذا أقبلت رائحته ووصلت قبله أن يضع رائحة. نعم من السنة يضع الرائحة، لكن بدون رائحة، هكذا خلقه الله طيبا مطيبا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونظر إلى جثمانه الشريف، رأى شيئا عجبا ليس كالأموات، وقال كلمته المشهورة: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.